جوال المعزين مدينة بيوغرا، تنتمناو لكم رمضان مبارك سعيد، خل بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. من بعد ما درت البروجي الأول كنت داير فيه أكلات خفيفة ديال السندويتشات، راك عارف دابا رمضان الشهية ديال رمضان المبارك ضروري بنانتي ضروري شوية العطاش عويس راس وكذا، فهمتي ضروري بنان ما يبدل شوية وأنت تشوف على قد الحال راك عارف. بدينا بشوية واخا شوية، المهم على قد الحال باش نساعدو الناس راك عارف. رمضان تيكون شوية الإقبال العصير، وداكشي علاش جاتنا الفكرة باش نديرو أنا العصير، واخا هاد العام كلشي غالي وكلشي راك عارف الأزمة وكلشي دايز فهمتي. ونتمناو رمضان مبارك الساكنة ديال بيوغرا عامة صفة عامة والساكنة ديال المغرب كاملة. بالنسبة للأثمنة ديال العواصر راه كلشي رخيص، راه مكايناش شي حاجة غالية. بالنسبة ديال التفاح البنان 7 دراهم، لافوكا 10 دراهم، ليترو 20 دراهم، لا غلا على مسكين كلشي مرحبا به، اللي عندو اللي ما عندوش ياكل وكلشي نقي. انت كتشوف اخاي ديالي كلشي بعينيك، كلشي نقي. المونغ 20 دراهم، باناشي 20 دراهم، كلشي يطرو. الكاس 7 دراهم، 8 دراهم، كلشي في مناسب. الليمون 12 درهم 6 درهم صغير. المهم اللي عنده ياكل، اللي ما عندوش مرحبا به، حتى اللي ما عندوش كنعطيوه، ما كنتحاسبوا مع حد. هذا رمضان تيكون شويه كاين شويه ديال الاقبال على هاد العواصر هادو، والحمد لله حتى الثمن مناسب. الحمد لله كنشكروا الناس كاملين تعاونوا معنا، وكنشكروا الساكنه ديال بيكورا كامله، وشكرا بزاف لكم. رمضان مبارك سعيد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.